نلقي نظرة على أهم مراحل حياة عبد الرحيم زي ما بنعمل دايما مع شخصياتنا، بنؤرخ لها نوع من التاريخ عشان نربطها بالبيئة المصرية وبالأرض المصرية. عبد الرحيم اتولد، أرجو أن أنا ما غلطش في التاريخ، سنة 13، يعني أكبر مني 10 سنين، أنا مبسوط قوي. كويس. واتولد في إنا، يعني في صعيد مصر، ودخل وعنده 5 سنين كتاب سمالوط، حفظ أجزاء من القرآن الكريم وتعلم القراية والكتابة في ذلك الكتاب. وعبد الرحيم على فكرة من الممثلين المعروفين في وسطنا في الإذاعة وفي التلفزيون بأنه من الناس يعني البارعين جدا في اللغة العربية والمطلعين على قواعدها اطلاع جيد. ولما انتقل والد عبد الرحيم كان موظف للقاهرة سنة 23، دخل عبد الرحيم مدرسة الجمعية الخيرية الإسلامية بالدرب الأحمر، ومر بظروف قاسية جدا، ظروف كفاح وألم قاسية جدا، بتذكرنا بالرواية اللي هو أخرجها في المسرح، رواية نجيب محفوظ العظيمة بداية ونهاية، اللي نشوف منها دلوقتي عشان أريحكم من صوتي ومن اللتنة اللي لتيته، نشوف منها حتة صغيرة كده. أظن عارفين المصيبة اللي حلت علينا من شهر يوم ما مات أبوكم وسابنا لوحدنا، ملناش حد غير ربنا. الله يرحمك يا بابا. عارفين طبعا ان المرحوم ما سابش حاجه ابدا غير معاشه. ربنا ما بينساش حد يا نيل. ايوه يا بنتي، ربنا ما بينساش حد، لكن لازم نعرف راسنا من رجلينا ونستحمل المصيبه بصبر وامانه. احنا تحت امرك يا نيل. اسمع يا حسين انت وحسنين. ايوه. نعم. من النهارده مش هقدر اديكم مصروف. امرك يا نيل. اظن المصروف بينصرف في كلام فارغ. يعني مش هناخد ولا مليم؟ ولا مليم. يعني هنبقى لوحدنا وسط رمزه اللي ما معهمش فلوس؟ انت غلطان، المصايب كتير والتلامذه اللي زيكم ما لهمش عدد. ومن النهارده ما تسيبوش الغدا بتاع المدرسه زي ما كنتم بتعملوا مع ابو فؤاد. وليه ما نتغداش في البيت زي العاد؟ مين عارف، يمكن ما تلاقوش في البيت الاكل اللي بتحبوه. وانت يا حسن خليكوا شاهدين، قاعد ساكت ما كلمتش اهو. ايه رايك في حالتنا دي وهو انت بسم الله ما شاء الله بقيت كبير العيله؟ ما تشغليش نفسك بيا، انا عارف كل حاجه. وايه اللي استفدناه من معرفتك دي؟ في شك، الحاله اتغيرت دلوقتي. وانت مش هتتغير؟ طمني، انا مش عايز منكوا حاجه ابدا غير اللقمه والنوم. ايه اللي فاضل بعد كده؟ ولا حاجه. بس ما عم اقول لك، اتفضلي كلمي. حالتنا ما بقاش تستحمل الكلام الفارغ بتاعك ده. انا كلامي فارغ انا ليه؟ ايوه، اذا كنا مش لاقيين ناكل دلوقتي ازاي هنقدر ناكلك؟ يعني انا يعني قصدي تستحملوني فتره بسيطه لحد ما تفرج يعني، ولا يعني قصدي تطلبيني يعني؟ لا مش هترد، بس لازم تدور لك على شغل. بحلف لك برحمه بابا ان انا هدور على شغل. دلوقتي احنا بنعرض الحتة دي، انت قلت تعليق جميل جدا على الرواية وعلى علاقتها بحياتك، يا ريت تكمل لنا انت بعد كده ايه اللي حصل وازاي بقيت ارتبطت بالتمثيل. بداية ونهاية. اولا اقول التعليق بتاع بداية ونهاية، في الحقيقة وانا بخرج بداية ونهاية كنت اقول لأعضاء المسرح القومي ان انا ما بخرجش، انا بنقل تجربة شخصية عشتها، فكل يعني الطبقة المتوسطة الصغيرة الفقيرة كان الأب بيموت يترك يا معاش صغير يا ثروة ضئيلة، أحيانا ما يتركش حاجة أبدا، وأنا كنت يعني المعاش اللي قرر لنا بعد موت والدي هو المعاش الذي ذكره نجيب محفوظ في المسرحية. قلت لهم حتى الأرقام، حتى الأرقام هو جايبها من الواقع، جايبها من الواقع، الدم والعرق. الحقيقة يعني نجيب محفوظ من كتابنا العظام الذين ينقلون يعني الواقع بتاع مجتمعنا ويجيب أسبابه طبعا، يعني مش بس بيقول الواقع وبس. نهايته أنا بعد ما مات والدي حصل يعني في حياتي عموما إن أنا اضطريت افكر في ان انا اجيب فلوس، لازم اجيب فلوس، انا الاخ الاكبر، فحاولت ان انا اشتغل. كانت في ازمه 30، لان ابويا مات سنه 30، ازمه الطاحنه العالميه التي تسببت في 39 في الحرب الثانيه.
الحقيقة ما كانش في مجالات عمل، وعرض علي كوظيفة يعني 150 قرش في اليوم؟ لا في الشهر. 150 قرش عشان معايا الكفاءة سنة 31 اللي هي باظت مني دي. سنة 31 دي اعتبرها سقطة من حياتي، لان انا كان لازم اخد الثانوية العامة او البكالوريا سنة 32. خدتها 33 لان السنة بتاعت 31 دي يعني حطمتني. وبعدين لقيت حكاية 150 قرش دي مهينة، وامي ما رضيتش. امي هي امينة رزق في بداية ونهاية التي قادت السفينة والله بحزم وحنان شديدين. هي اللي قالت لي ما تتوظفش ب 150 قرش. برافو. واحنا انت عليك شويه وانا عليها شويه نهايته. واستطعنا ان ناخد الثانويه العامه، وبعدين كفاءه. لا انا كنت خدت الكفاءه ابويا. البكالوريا بقى. البكالوريا كان اسمها البكالوريا. صح انت اللي خدت الثانويه العامه. لا انا خدت توجيهيه. كان اسمها توجيهيه. يعني الجيل الوسيط. الجيل الوسيط نهايته. وبعدين اضطريت ان انا اشتغل في بنها مش في القاهرة، وحرمت من الفن. بنا فين؟ في في بنك التشريف الزراعي. كانوا بيدوني 5 جنيه محمود، ده شيء عظيم جدا. كان الدولة بتوظف بثلاثة جنيه، انا كنت باخد 5 جنيه. كنت عايش باربعة جنيه. مالك كان كل الكلب صدقني كنت عايش كويس اوي. طبعا انا مصدق. وببعت لهم جنيه. لازم احاول. وبعدين يعني كنت على صله بالفن بفرق الهواء عبد العزيز خرشد، كما عمل فرقه في حوش بيتهم في سنه 27، عمل فرقه في شبين الكوم، واستدعى زكي تليمات ليخرج، واحسان شريف برد زكي تليمات انذاك عشان تعمل الدور الاول، واستدعاني لاقوم بدور الجران بريمي قدامه، الدور الراجل الكبير قدامه في مسرحية اسمها العرش. هو خد دور يوسف وهبي وانا خدت دور جورج ابي. ده طول عمرك بتقوم بدور الجران انت من ايام ما كنت صغير قوي. كنت صغير قوي يعني. فتوح نشاط اداني في ديفيد كوبرفيلد الاب. وبعدين جورج ابيض اداني في المائدة الخضراء الاب. صوتي كان جرم واجش زي ما انت عارف. رجعت للتمثيل بقى ازاي؟ رجعت سنة 35 يعني سنة 37. عملت الاتصال ده بعبد العزيز خرشد، وعملنا مسرحية العرش، ودي اللي عرفت زكي تليمات عليا كويس قوي. نفعتني قوي، لان لما افتتح المعهد برضو يعني لا يذهب العرف بين الله والناس. انا اتنقلت سنة 43 والمعهد انشئ سنة 44. كويس. اول ما اتنقلت ده زي ما يكون قدر مناسب. قدر. انا قعدت 9 من 35 ل 43 اتنقل، فاتنقلت 43 بعد 8 سنوات جهاد في النقل، ماليش واسطه. كانك كنت على موعد مع افتتاح المعهد. فاتنقلت سنه 43 بالظبط. ما كانش المعهد لسه انشئ، رحت المعهد البريطاني والفت فرقه هناك اسمها فرقه العشرين 20 بيبل جروب. كان فيها مين دي بقى؟ علي الزرقاني، فريد شوقي، كمال اسماعيل، شكري سرحان، كمال حسين، كل الدفعه الاولى تقريبا، عبد الرحيم الزرقاني. وبعدين خلوني اخرج مسرحيه وامثل مسرحيه البطل، مسرحيه اسمها المليونير، كان البطل برضو راجل كبير.